بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المس شهناز حسون ضمن سلسله برنامج التعليم عن بعد المؤقت ماده انجلش صف كي جي 3 يوم الخميس تاريخ 4 2 شباط 2021. بسم الله نبدا. First of all, subject تبعتنا هي English, grade KG3, والمحور تبعنا أو title هو the letter N. Okay, by Miss Shahnaz Hassan, by me. Story plus sentence. First of all, شو الديت اليوم؟ شو التاريخ اليوم؟ Yes, excellent. Thursday. 4-2-2-0-2-1 يعني يوم الخميس 4-2-2021. السبجكت تبعتنا هي English، ومثل ما نحن بنعرف انه الفاولز تبعتنا كانت A, I, E, U, O، بس اللي اخذناهم هن A والI، صح؟ Now بدنا اليوم بدنا نحكي عن قصة كتير 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 حلوة وحتعجبكم عن جد كتير كتير. أول شيء القصة تبعتنا عن نان أند نات. نان أند نات، أول شيء التايتل تبعتنا هي نان أند نات. طيب فكرتوا مين هولي نان أند نات؟ مين معقول يكون نان أند نات؟ خلينا نقول مثلا ممكن هول ولا هول كيتنز. طيب حنحكي فيهم. أول شيء هحكي لكم قصة كتير حلوة. نان اند نات هاف 9 كيتنز. هول اثنين عندهم 9 بساينات. نان شو بيعملوا؟ نان اند نات بيحطوا ناتس مكسرات بقلب الميلك، بقلب حليب البساينات. طيب البساينات بدها تاكل، شو بتاكل؟ ميلك، صح؟ صح، اللي هو حليب. طيب لما شربوا الميلك وبقلبوا مكسرات الناتس شو صار فيهم؟ The kittens say نا 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 نا. زعلوا الكيتنز. They're sad. Now تيجي المام بتصير بتعيط. She's screaming على نان and ناتس. نان and ناتس not their heads. عم تعيط عليهم، انتوا هيك عملتوا. Why did you do that? Why did you put nuts in the milk? هن بيعرفوا انه هن مغلطين. So they nod their heads. Yes, mama. Okay, let's talk about the picture. The first picture. شو بقلب هيدي البيكتشر؟ مين هون مثلا؟ شو بقلبها؟ نان. هيدا في boy ولا girls؟ Boys. هيدا نان وهيدا نات. طب لاحظتوا انه نان and نات بيشبهوا بعض كثير؟ كأنهم twins؟ But they're twins. هن twins توأم. طيب happy ولا sad؟ شو مبين الايموشنز تبعتهم؟ happy. طيب شو في وين مبينين قاعدين؟ كانه بالروم تبعتهم، بالبدروم مثلا. يس، لانه مثلا في عندهم ويندو وعندهم دور وهيك. طيب هول شو؟ هول كيتنز، رايت؟ طيب الكيتنز happy ولا sad؟ they're happy. نان and نات have 9 kittens. Let's count them. مش نعدهم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. يعني عندهم 9 kittens. Okay. طيب شو الكولر تبعت التيشيرت تبعتهم؟ red. شو الكولر تبعت الفانز؟ blue. والشوز؟ brown. Very good. On with the second picture. هلا بننتقل على الصورة الثانية. شو قلنا شو عم بيحطوا؟ شو عم بيحطوا نان اند نات؟ عم بيحطوا ناتس مكسرات بقلب الميلك، بقلب الحليب. حليب شو لونه؟ What is the color of the milk? White. Very good. عم بيقولوا نان اند نات put nuts in the milk، بقلب الحليب. هون شو عم يعملوا؟ Are they happy ولا sad؟ They're happy. حتى هن they're laughing. عم يضحكوا. ها 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 ها. شايفين نات؟ عم بيعمل ها ها ها. ونان شو عم بيعمل؟ عم بيحط لهم. هلا الكيتنز، هول الناين كيتنز، 9 بساينات، شو صار فيهم؟
صاروا ساد صاروا ساد شعب بيعملوا يعني هن زعلانين كتير. They're not happy. ليش؟ حدا بيعرف ليش؟ يمكن لأنه شربوا ميلك بقلبوا ناتس بقلبوا مكسرات. وهن بتعرفوا البسينات ما بيأكلوا شي غير الميلك بغير الحليب صح؟ طيب شو صار بنانو نات؟ إجت المام وصارت تعيط عليهم screaming at them. عم تقلن هيك بتحطوا؟ ولا؟ عم بصير نات ونان بيعملوا لها nodding their heads. Yes ماما معك حق. مبين هيدي المام صح؟ هون نان and نات. نان and نات nod. لك شو عم يعملوا؟ nod their heads. معك حق يا ماما صح نحن غلطنا وزعلنا البسينات. Very good. هلا لأنه خلصنا منها حنرجع نقراها ما بعدنا حنركز فيها كتير منيح. نان and نات again. نان and نات. نان and نات. نان and نات. يعني مين كان عندنا نان and نات؟ This boy وهيدا البوي كمان. نان and نات have nine kittens. نان and نات put nuts in the milk. The kittens say نن 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 نن. ركزوا لي على هيدي الجملة لأنه we have to study it بدكم تدرسوها. نان and نات nod their heads. منعيد. نان and نات. نان and نات. شو التايتل؟ نان and نات. شو التايتل؟ نان and نات. Very good. نان and نات have nine kittens. نان and نات put nuts in the milk. The kittens say نن 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 نن. نان and نات nod their heads. Again, شلنا التايتل نان and نات. نان and نات have nine kittens. نان and نات put nuts in the milk. The kittens say نن 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 نن. تذكروا the kittens say نن 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 نن. نان and نات nod their heads. هلا الهومورك شو عنا هومورك شو بدنا نعمل بالبيت؟ ما منعذب الماما في اسمع. Read the title of the story. شو كان التايتل تبعنا؟ تذكر شو كان التايتل تبعنا؟ تايتل كان نان اند نات صح؟ وشو هلا هسه كمان بدنا نعمل؟ Also and the third sentence ثالث جملة اللي هي The kittens say نن نن نن. So بدكم تقروا نان and نات. Also the kittens say نن نن نن. هون you need to recite it. بدكم تبعتوا لي record فيهم. This is your homework. Thank you for your attention. Good job. Bye.